بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دوري عالمي مستمر، مقدم جوائزه 100,000 دولار إلى 1,000,000 دولار. تم الاشتراك فيه ممثلين لمكة المكرمة في مجال التعليم. نلاحظ أن هنا 3 من دول عربية، من الإمارات 2، ونحن من السعودية ومركزنا الثاني. فيما يلي الفرق التي ترأست العالم جلوبال، ففي مجال التعليم هناك 1 مترشح، وفي السابق كنا نحن المترشحين من بين الدول العربية في مجال التعليم، فنحن نركز على المجال. فإذا هنا في المرشحين عالميا هناك 30، فقط 2 في التعليم. القائمة فيها 30 من أعلى العلامات أو أعلى المتفوقين. هو تصفيات مثل الدوري. إذن في مجال التعليم وعلى مستوى العالم هناك شخصين متفوقين في مجال التعليم، فنحن نركز على مجال التعليم. والجنسيات أو الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا. هنا على مستوى آسيا فنحن متفوقين الأول في مجال التعليم، يعني كل المتفوقين عددهم 10، فنحن مرتبتنا في العلامات أو السكور 8، لكن بالنسبة في التعليم الأول، يعني ما في أحد في مجال التعليم وصل إلى 10 الأوائل في آسيا، وإن شاء الله نصبح الأول في على 10 من آسيا، فعندنا تنافس مع الأول وهو في مجال المبيعات أو الكونسومر. هنا عنواننا على التويتر @هدى 4000 كلب، والحمد لله تقدمنا بإنجازات الأسبوع قبل الوقت المحدد وهو يوم الأحد، ونحن تقدمنا اليوم السبت، وسوف نستعرض معكم إنجازات الأسبوع وهي كما هي مبينة. فقلنا هناك أو انتهينا من عمل البلوك دايجرام للدراسة الجزء الأول، وهو في 5 مراحل: الصراع رال، يعني الصراع بين الشرق والغرب، اليمين واليسار أو الشرق والغرب،
في بداية القرن الماضي، ثم الصراع في نهاية القرن الماضي، ثم الصراع في أو الصراع اللي هو صراع الحضارة، حضارة العلوم أو الثقافة والعلوم، ثم الصراع بين الشرق والغرب في مجال التقنية والتخطيط للتقنية، وفي الآخر الصراع بين الشرق والغرب ما بعد الكورونا كوفيد 19. كما هو معلوم وذكرنا أن هناك ستة ذكرناها لكم بين الشرق والغرب، التاريخ الصراع البعيد في القرن الماضي، بداية القرن الماضي، وتاريخ الصراع في نهاية القرن الماضي، ثم الشرق والغرب في العلم والثقافة، ثم التخطيط التقني للتقنية مثل ما هو حادث الآن بالصين، حرب النجوم والصواريخ، والأخير السادس هي الجولة الأخيرة فيما بعد الكورونا أو التأثر بالكورونا وردة فعل الكورونا بين الشرق والغرب، فأسميناها رال كار، يعني كورونا ما بعد الكورونا أو ردة فعل ما بعد الكورونا بين الشرق، الصراع بين الشرق والغرب. ولذلك هناك idea block diagram أسميناها induction flow diversity، أي دخول الأمم الأخرى بعضها مع الشرق وبعضها مع الغرب. إذن نحن تقدمنا قبل الوقت، لأنه انتهى الوقت يوم الأحد، فقبل الوقت بيوم قدمنا إنجازات الأسبوع الماضي، وهنا سؤال عن إنجازات الأسبوع القادم أو الأعمال للأسبوع القادم. على اليمين المربع اللي على اليمين أسفل، فالسؤال ما الذي تريد أن تنجزه في الأسبوع القادم؟ فذكرنا نستمر في بناء الموديل طبعا للكورس، ونزور أو نكرر على المدخل والتعريف بالكورس أو حتى بالرواية سيتي نوفل، وهي أصلا لها أسماء ولها خمسة شباتر. ستي جاية من ستي شامية، نوفل أي رواية ستي شامية، والهدف منها مراقبة الصراع في القرنين، القرن الماضي، أول القرن الماضي وآخر القرن الماضي، ثم بداية هذا القرن إلى حدوث الكورونا وهي الجولة الأخيرة. فهذا الكورس حتى يتيح لكم الدخول في المسابقة في الأسبوع الخامس، فأنتم تواصلوا معنا، وكل من يطلب نحن مستعدين أن نرشح 50 في مجال التعليم ليحوزوا على الجائزة، وسوف يتكون 30 سؤال، 5 في مجال العلم الساينس، وفي مجال الريدينج سمارت، مجال الماث، ومجال الآرت الفنون والقراءة والتقنية. أرجو أن تتابعوا، فنحن نعطي الفرصة للجميع لنكون معا
ونفوز بهذه الرواية العظيمة التي تثقف الشعوب بلعبة الصراع. وكما نذكركم، آخر جولة هي جولة الكورونا، وفيها تعديل لفكر المؤامرة. يعني فكر المؤامرة فكر لا يمت بصلة للحضارة الإسلامية التي تريد أن تنهض، وهي ستنهض إن شاء الله.